تعالوا بقى نسيب كرة القدم في النادي الأهلي ونروح لكرة اليد. تتويج قرن جديد لرجال كرة اليد في النادي الأهلي، رجال كرة اليد على قمة أفريقيا. فريق النادي الأهلي لكرة اليد استطاع تحقيق إنجاز قاري جديد بالتتويج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، واللي كانت في دولة الكونغو. قدرنا نكسب فريق جي اس كي الكونغولي في المباراة اللي جمعت الفريقين بنهائي البطولة. ضمت قائمة رجال اليد الأهلي، وتسمحوا لي إن أنا أقول القائمة كاملة في البطولة دي، لاعب لاعب الحقيقة لأن هم يستحلوه. عبد الرحمن طه، محمد ابراهيم، عبد الرحمن فيصل، ابراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، احمد خيري، سيف هاني، فوكس طبعا، احمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، احمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، احمد هشام، وعبد العزيز ايهاب زيزو، ومحمد عبد العزيز جده، راضي محمد راضي. يمكن انا صممت اقول اسماء جميع اللاعبين عشان الرجاله دول يستحقوا التقدير على المجهود الكبير اللي عملوه. وتتويجهم ببطوله افريقيا ده مش حاجه سهله ومش حاجه عاديه، وكمان لسه هيلعبوا في كاس العالم للانديه اللي هو السوبر جلوب طبعا في السعوديه، ومعاهم في المجموعه دي تقريبا اصعب مجموعه، معاهم النور السعودي وبرشلونه الاسباني. فالناس دي بصراحه مقديه اداء عالي جدا في كل البطولات اللي بتخشها، مستنيين منهم كمان في كاس العالم يبقى فيه مش اداء مشرف. احنا عندنا على البطوله دايما نجاح كبير لقطاع كره اليد في النادي الاهلي والنشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي، ومن قبلهم اكيد الدعم اللامحدود من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي ما بيعرفش او ما بيفرقش بين لعبه والتانيه. في كل الالعاب هتلاقي دعم ومسانده ونجاحات وبطولات وبتحقيقه، لان ده اسلوب النادي الاهلي ومجلس ادارته الحقيقه. يعني كل التوفيق لابطال كره اليد في كاس العالم للانديه بقى، ومبروك لابطال كره اليد على البطوله الكبيره دي، ومستنيينهم في كاس العالم سوبر جلوب. تعالوا بقى نشوف تقرير عن فوز الاهلي ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري لكره اليد، ونرجع نكمل حلقتنا. لم يكن طريق تتويج رجال الأهلي لكرة اليد بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري معبداً بالورود، بل رافقه جهود وعمل جبار من كل من ينتمي لمنظومة الأهلي، بدءاً من اللاعبين والكادر التدريبي بقيادة ديفيد ديفيز، والكادر الإداري من خلال الدعم المستمر بقيادة الكابتن محمود الخطيب، ودعم الجمهور الذي لا ينقطع في كل مكان وزمان حتى الوصول إلى اللقب الغائب منذ 6 سنوات. نجح الشياطين الحمر في صب التركيز منذ اللحظة الأولى من انطلاق البطولة للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب، وظهر ذلك من خلال العروض القوية التي قدمها بالفوز بجميع لقاءاته 6 في البطولة، بداية من دور المجموعات الذي اكتسح فيه فاب الكاميروني ب33 نقطة مقابل 18، ومن ثم الفوز على بي ام سي الكونغولي ب37 نقطة مقابل 24، ومن بعدها الفوز على كينشاسا الكونغولي ب42 نقطة مقابل 30. تأهل إلى ربع النهائي، وفيه اكتسح نيزيكو الكاميروني ب35 نقطة مقابل 18 نقطة، قبل أن يواصل انتصاراته بفوزه على بي ام سي الكونغولي ب37 نقطة مقابل 24، ومن ثم الانتصار في المباراة النهائية على حساب شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 37 نقطة مقابل 23. جنى أبناء القلعة الحمراء العديد من المكاسب، لعل أولها حظ اللقب 6 في تاريخه وجلبه إلى دولاب البطولات، كما أن رجال الكوماندوز في الأهلي نجحوا بالتتويج بلقبهم الأول للموسم الجديد الذي سيكون متخماً بسلسلة بطولات كبرى سيشارك بها في الموسم الحالي، تقدر بحوالي 7 بطولات ما بين محلية وقارية وعالمية. كما نجح أبناء القلعة الحمراء في استكمال ما بدأوه الموسم الماضي بعد الفوز بثلاثية لم تتحقق من قبل، وهي التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس، إضافة إلى حظ لقب كأس السوبر الإفريقي الذي أهلهم للمشاركة في بطولة العالم للأندية سوبر جلوب التي ستحتضنها مدينة الدمام السعودية شهر نوفمبر المقبل.